زهرة الحياة. على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم لجميع الاستشارات الطبية، تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. مالا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم، صحتك بالدنيا. عسلامة قروان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ناس كل. هذه سانتي 5.0 المجازين اللي استنستوا بها كل يوم من اثنين حتى لنهار الجمعة من العشرة حتى النص نهار، تكون مواضيعنا صحية طبية علمية بامتياز. وهو القائل: فساد القضاء يفضي إلى نهاية الدولة، على العلامة ابن خلدون. تتسويت سومير. سومير. ما هو عدد الإصابات السنوية في تونس بمتلازمة داو؟ هذا بيجي يكون موضوعنا في شيفر سانتي، وبش نجاوبوكم على سؤال اليوم في ليكو سانتي: ما هي منافع علم اقتصادية الصحة؟ ما ننساوش كواد نوف سانتي ولا جندا سانتي. هذا في ساعتنا الأولى في جورنال سانتي. ساعتنا الثانية كالعادة بش يكون حاضر بحضرنا طبيب الاختصاص، وبش يكون حديثنا حول زرصة العقل دكتور وجدي غنيم طبيب أسنان، مش يكون حاضر بحضرنا. أهلا وسهلا بكم ناس الكل على راديو الحياة فهم. سانتي 5.0. اليوم مش نحكي لكم على عدد الإصابات السنوية بتريزومي 21 أو بما يعرف متلازمة داون في شيفر سانتي. شيفر سانتي. أعلنت المختصة في علم الوراثة بمستشفى شار نيكول ليليا الدكتورة ليليا جراوة أن قسم الأمراض الوراثية بمستشفى شار نيكول بتونس العاصمة يسجل سنويا حوالي 100 حالة من مرض التثلث الصبغي أو ما يعرف بمتلازمة داون. ولفتت الدكتورة خلال تظاهرة كانت تنظمت بمناسبة اليوم العالمي لمرض التثلث الصبغي الموافق لكل 21 مارس من كل عام إلى غياب سجلات وطنية تحصي عدد المصابين بمتلازمة داون في تونس، مبينة أن هذا المرض الجيني يحدث عند انقسام الخلية بعد إخصاب البويضة مباشرة، وهو من أكثر التشوهات الكروزوموية شيوعا في العالم. ونفت المتحدثة أن يكون مرض التثلث الصبغي وراثيا بالأساس أو نتيجة زواج الأقارب، مشيرة إلى أنه 2% فقط من الحالات يمكن أن تكون وراثية و98% من الحالات الأخرى ناتجة عن خلل جين. وبينت أن المصابين بمرض التثلث الصبغي يكونوا أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر الخرف بنسبة تتراوح 40 و45%، مقارنة بالحالات العادية الأخرى، مؤكدة أن الإحاطة والرعاية النفسية تساهم إلى حد كبير في مساعدة الأطفال على اكتساب مهارات تمكنهم من النجاح والاندماج كأشخاص عاديين. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم. أهلا وسهلا بكم على 3W راديو الحياة FM .net. سانتي 5.0. المواعيد الطبية والعلمية اليوم باش نحكي لكم على ماستر كلاس بتاريخ 25-26 مارس 2022 في أجندا سانتي. أجندا سانتي. الماستر كلاس هذه تحت عنوان بلي سيكاتريساسيون باش يكون في الفاكولتي دو ميديسين دو مونستير بتاريخ 25-26 مارس 2022. اللي يوغا 3 سيونس، والبوبليك سيبل لي ميديسان لي فارماسيان لي زانفيرمي لي بودولوج ولي بريباراتور اون فارماسي. نعاود نذكركم تنجموا تلقاو اللين دانسكريبسيون على الباج اوفيسيال فيسبوك لراديو الحياه فهم، واللي اهم من هكا الدات ليميت دانسكريبسيون راهو غدوة بتاريخ 24 مارس 2022. هذا راهو الدات ليميت دونك غدوة. الناس كي سون انتريسي بالماستر كلاس هذايا من تنظيم كلية الطب بالمونستير بلي اي سيكاتريزاسيون باش يكون بتاريخ 25-26 مارس 2022. كانت هذه اجندا سانتي بالنسبة لليوم. في اقل من 5 دقائق باش تكون فلاش انفو العشرة نص، ومن بعد شوية باش نحكي لكم وبليتو باش نجاوب على سؤال: علاش ما هي منافع علم اقتصاد الصحة على الصحة في حد ذاتها؟ هذا موضوعنا بعد بشوية. سانتي 5.0. حسب آخر دراسة جزئية صغيرة تقتل سرطان الدم، هذا موضوعنا اليوم في كواد نوف سانتي. كواد نوف سانتي.
حدد الباحثون جزئية صغيرة تجربية يمكنها قتل خلايا سرطان الدم وتقليص الأورام عن طريق استهداف أنزيم يدعم الخلايا الجذعية لتسبب في الانتكاس، ويمكن للجزئيات المثبتة المكتشفة حديثا أن تعالج الحاجة الماسة إلى العلاجات التي يمكن أن تمنع الانتكاسات لدى مرضى سرطان الدم النخاعي الحاد. على الرغم من أن التطور الحديث في الأعجاب الكليوية لا تزال الانعكاسات تمثل مشكلة كبيرة لمرضى المصابين بالابتظاظ الدم الحاد، وتعني معدلة الانتكاس المرتفعة أن المرضى لا يزالون يواجهون نتائج سيئة ومعدل بقاء منخفض لمدة 5 سنوات بنسبة 25%، مما يؤكد الحاجة إلى تطوير علاجات جديدة. وأظهرت الأبحاث الحديثة أن الانتكاس يمكن أن ينشأ عندما تفشل العلاجات في القضاء على الخلايا الجذعية المكونة للدم والتي تختار مسارات الإشارات المناعية، وغالبا ما تكون منزلة بذور الأورام اللوكيميا. وبدراسة العديد من السلالات تلك الخلايا وعينات المرضى، اكتشف الباحثون أن الخلايا اللوكيميا تعتمد على أنزيم لبقائها على قيد الحياة. وحدد الباحثون 2 من المثبتات الجزئية الصغيرة التي يمكن أن تستهدف تلك الأنزيم وتعطل نشاطه. أحد هذه المثبتات قتل بسرعة الخلايا البذور ولم يلحق الضرر بباقي الخلايا السليمة، وساعد الجزء الآخر الفئران المصابة بسرطان الدم العدواني المشتق من المريض، وساهم في إطالة فترة البقاء في الحيوانات وقلل من عبء اللوكيميا بنسبة تصل إلى 70% من النخاع العظام. ويأمل الباحثون أن تساعد الجزئيات المكتشفة مستقبلا في تحسين علاجات المضادة لسرطان الدم الحاد. كانت هذه كوادنوف سانتي بالنسبة لليوم. كوادنوف سانتي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم ناس كل هذه سانتي 5.0 من 10 حتى نص النهار. ما هي منافع علم الاقتصاد الصحة؟ هذا سؤال باش نجاوب عليه في ليكو سانتي. ايكو سانتي. علم اقتصاد الصحة يفيد قطاع الخدمات الصحية من عند جوانب، وهي يقدم خلفية يمكن من خلالها الطبية تحليل القضايا والمشكلات الخاصة بقطاع الخدمات الطبية، يمكن من تقييم أثار التشريعات والأنظمة الصحية على جانب العرض والطلب في الأسواق الخاصة برعاية الصحية المرتبطة ببعضها، وهي سوق الخدمات الصحية النهائي، سوق المرافق الصحية، سوق القوى العامة الصحية، وسوق التعليم الصحي بكل مستويات وأنواع. ويمكن استخدام علم الاقتصاد في النواحي التقليدية كالتنبؤ والتخطيط المطلوبين في أي قطاع أو صناعة، ويقدم علم الاقتصاد معايير لتقييم سياسات الصحية المختلفة لتحقيق الكفاءة والعدالة في الرعاية الصحية، ويحدد علم الاقتصاد التكاليف والمنافع لمختلف الاختيارات في قطاع الرعاية الصحية. كانت هذه إيكو سانتي بالنسبة لليوم. أهلا وسهلا بكم من كل على رجل حياة فن. زوجت تلاقى البرشة توينسا نتصور كيسمونها تاول لزوديتور يشد فمه ويقول لك مالا وجاية، وراو فمي الكل تهلك الحقيقة ملي طلعت لي زرس تلاقل. شنية زرس تلاقل وقت الشد وكيف شنية المشاكل نجمي سببها؟ هذا وأكثر بشي يكون موضوعنا اليوم في ألو دكتور. ألو دكتور. ألو دكتور. نعم طبيب أسنان. أهلا وسهلا بيك دكتور. أهلا بيك صباح الخير. باش تعمل عقل لازمك زرس تلاقل، هذه بالعامية على الأقل اللي يقولها. أكيد. زرصة العقل شنو هي بالضبط دكتور؟ هي اخر زرصة تطلع في الفم، معناها الزروس هما الثلاث، معناها في كل اركاد، ما في كل جهه ثلاث، فما تطلع 6 سنين، فما تطلع 12 سنه، واخر زرصة تطلع زرصة العقل ابارتي من 18 الى تنجم تطلعش اصلا. به سا دي بون من الاسباس، اذا لقات اسباس دونك باش تطلع معيش باش تلقى مشكلة، معناها في عامين 3 سنين تلقى روحها صاي موجودة معناها بين السنين الكل. إذا ما لقاتش سباس تقعد بلوكي، ساعات تطلع الشطر نتاعها، تقعد معناها الشطر اللوطة والشطر الفوق، ساعات ميم با تطلع، تقعد داخل في وسط العظم. معناتها في الغبي أونكا أو ما طلعتش كيما أنت كنت تحكي لي، دونك تقعد ديما موجودة في العظم. إيه لا هي موجودة، شكون واضحين جينيرالمون معناها نسبة كبيرة ديما موجود، الجرم معناها القلب نتاعها يبدا موجود. جوست يستنى بلاصة اللي هو باش تخليه يظهر. صحيح في فترة النمو نتاع الفك الحنك معناها يكمل النمو نتاعو براتيكمون 18 سنة. ابارتي 18 سنة ما عادش فما النمو نتاع السكيليت نتاع البدن. صحيح صحيح وقتها هي تبدا تطلع تطلع في اخر الفم. اي
هي اخر زرس به كي نحكيو على اخر الفم معناتها خنزيد نسهل وللناس اللي يسمعوا فينا سورتو بور لي زادو تطلع من فوق من الفك اليمين ولا الفك اللوطاني اليسار وين بالضبط هما عددهم اربعه أربع من جهه الكل يعني زوز من فوق وزوز من اللوطه فوالا زوز من اللوطه زوز من فوق ينجموا يطلعوا كعبه زوز اربعه كيفاش دكتور سا ديبون نجم تطلع على اليمين تطلع على جهه اليمين يطلعوا الزوز واليسار ما يطلعوش نجم يطلعوا اللوطه كهو الفوق ما يطلعوش سا ديبون قلت لك من البوزيسيون تاع تاع الجرم وسورتو الاسباس الموجود اذا فما اسباس تطلع اذا ما فماش تقعد بلوكي غادي في الصلاه لين تلقى بلاصه اللي تلقى بلاصه ولا تقعد غادي بس نجم تقعد افي به دكتور علاش مربوطه برشا وجيع زرس العقل برشا وجيع يقول لك الهرلار ومعناتها نرفع بيدي يقول لك كيف زرش عملت فيه زرس العقل معناتها اي ممكن البلاصه نتاعها زرس العقل سورتو غادي البلاصه هذيك قريبه للاعصاب قريبه للراس معناها قد ما تقرب الراس قد ما تقوى الوجيع دونك الوجيع تمتد مش تقعد في زرسه كهو توصل للعيني توصل للحنك على جنب توصل لجنب الراس وكل دونك بيان سور معاش الوجيع في بلاصه باركه وجيع ولات في الراس الكل في راس الكل هذه متاكدين احنا منه به دكتور نعاود نذكر الساده المستمعين انه بعد شوي باش ياخذ تليفوناتكم على 70035 120 70035 120 زرس العقل راه هو الموضوع نتاعنا واللي جينيرال مون تبدا تظهر من 17 18 سنه عددهم اربعه ويظهروا في اخر الفم وكيما نجموا زاده ما يظهروش من ابرز المشاكل اللي تنجم تتربط بزرس العقل قله مثلا ماشي بلاصه هذه من المشاكل اللي تنجم تعرض لها زرس العقل دكتور جينيرالمون توا غالبيه العباد علاش تصير لهم وجيعه وتصير لهم مشاكل في زرس العقل لانه الزرس هذه تطلع اخر واحده ما تلقاش بلاصه وبيان سور بحكم انها معناها تبدا محصوره وبعيده برشا حتى في التنظيف تنظيف السنين صعيب الاكسي في الجهه هذيك باش توصل لها صعيب البروسادون فوالا صعيب البروسادون وتوحل فيها شويه ساعات ماكله تعمل لها انفلاماسيون التهاب في الغشاء الداير بزرس العقل اوكي والوجيع نتاعها قويه برشا اوكي وبيان سور بحكم الوضعيه نتاعها زرس العقل نجم حتى الحلين نتاع فمه معناها تتعدل الانفلاماسيون بجنبها فما ليغامون فما ليغامون هذاك تخليك تحل وتسكر فمك وين الفك بالضبط هذاك اللي يخلي الاربطه اللي تخليك تحل فمك يولي فمه معناها سري ما نجمش يحل فمه بكاريمون هكا تقول له حل فمك قلت ما نجمش بالطبيعه معناها ماذا بيه في الايام الاولى معناها للوجيع يمشي يعدي ما يخليهاش تكبر اكثر تطويل اكثر به من الاسباب زاد الاتجاه الخاطئ معناتها تاخو شيء ما طلعش مستويه الفوق باش تطلع على اليمين ولا على اليسار هذه زيادة من المشاكل يتنجم ترافق ظهور زرس العقل اي الوضعيه نتاعها دونك تجي مش تطلع في مسار معين تلقى روحها بلوكي توح الغادي في وقتها خاصه في الزرس اللي بجنب فهمتني بيان سور نحن ديما نخافوا انه تعمل لنا معناها تسوس خاصه في الزرس اللي بجنب معناها نوليو عندنا مشكله في زرس العقل وزرس اللي بجنب زرس اللي بجنب خاصه في تبدا معناها السوسه غارقه برشا لاكسي غادي انا مش نداويوها ولا نرسوها ولا صعيب دونك بارفوا يخسر زرستين معناها الانسان يجي مش معناها مش قلع في زرسه يلقى حتى الزرسه اللي بجنبها ساي ضربت فيها السوسه معناها السوسه غارقه برشا ويخسر به هذه من المشاكل اللي ترافق ظهور زرس العقل له دكتور اي به كي واحد يقولوا بالعاميه يبدا فمه صغير فك صغير وما يلقاش بلاصه من المشاكل زاد هذيا اللي تاثر على باقي الفم وباقي السنين تنجم فمه ما عادش يولي مسوي دكتور ولا سنين نحكي بليتو بون هذه فكره قديمه شوي اي قبل يقولك زرس العقل هي تدز السنين الكل ايوه لكن توا ما اثبت حتى الدراسات انه ماهيش صحيحه من الفكره انه ماهيش هي قويه لهالدرجه انها قادره تدز فم كامل اوكي فما حاجات اخرى عوامل اخرى اللي هما خاصه لي فورس ماستيكاتريس العضلات نتاع الفم الفورس نتاعهم ديما عندها ديريكسيون القدام دونك الون تيرم العبد قد ما يكبر يبداو السنين يلزوا اكثر لبعض دونك هذه حاجه فينومين ناتوريل ما عندوش حتى علاقه بزرس العقل زرس العقل دز الزرس اللي بجنب اي اذا دزين هو ما تسمح هو الاسباس نتاع الفك ما عادش لا يكبر لا يصغر صحيح اي فيت في دونك هي باش تلقى البلاصه مش دز الزرس اللي بجنبها اللي الاخرى يمكن تطلع
يصير كي شوفوشمون على سنين ولا فوق بعضهم دونك اون كيلكو سورت التنظيم معناتها اللي كانوا سنين مستويين ومنظمين ينجموا يفزوا اللي فوق بعضهم ما عادش مستويين نجم ولا لا هي قلت لك تنجم ما هي هي الدز سورتو بجنبها زورسها بجنب ما هيش معناها مسؤوله على الشوفوشمون اللي صار فيهم كيما نجموا نحيوها نحيوهم ومن بعد تصير معناها الشوفوشمون اوكي دونك هما هذوك هما السنين يلسفي فما المشكله خاصه في اللثه يوليو يتحركوا يتحركوا بشوي بشوي ما فيكوش بيهم يبداو هكا يقول لك حسيت السنه يلزلوا بعضهم ما كانوش اوكي بيه. دكتور من معناتها من المشاكل اللي ترافق زرس العقل يقول ظهرت لي من داخل معناتها في الفك من داخل مش من برا ماشي ظاهر هكا صحيحه هذه ولا لا دكتور اي معناها الاورونتاسيون تاعها غلط نجم تطلع في اتجاه يا من الداخل يا من برا تخرج لبرا معناها حتى الخد نتاعو يولي يتقرض يحس معناها بوجيعة غادي دونك بيان سور معناها البوزيسيون نقولوا نحن اكتوبيك معناها غالط فهمتني كيما الناب اللي يطلع ينجم يطلع عالي بوزيسيون غالط نفس الشيء زرس العقل كيما تلقاش سباس تخرج على جنب عادية الحكاية دكتور؟ لا ماهيش عادية لأنه بيان سور حتى في الحالين وتسكير ماهيش مش تكون اون فونكسيون السن فهمتني لازم سنين يجيو مقابلين بعض معناها الاسنان السفليه والاسنان الفوقيه يعملوا كلونغروناج يهبطوا هكا فوق بعضهم باش ينجم يؤديوا الفونكسيون تاعهم اللي هي معناها المضغان في حد ذاته نجم تظهر معناتها من داخل معناتها ورا سنين دكتور كان صح التعبير تنجم زرس العقل نجم بيان سور نجم معناها الاحتمالات الكل وارده زرس العقل هي في شكلها في حد ذاته اتيبيك بارابور زوس الاخرين زوس الاخرين شكلهم ديما نفسه يشبه بعضه عند العبد الكل من زوس الاقل ديما الشكل نتاعها اتيبيك نحكيو على الشكل نتاع العروق ساعات تلقاهم سودي معناها ساعات تلقاهم زوز ساعات تلقى ثلاثه ساعات تلقى خمسه معناها هي زرسها تختلف من شخص لشخص به خلينا نجم نقارن بينها وبين باقي الزروس معناتها شنو المختلف على باقي الزروس زرس الاقل في تكوينها في التكستور نتاعها في كما كنت تحكي لي عروق شنو الفرق بينها وبين باقي الزروس الزروس الاخرين الكل يشبهوا لبعضهم عند العباد الكل باه ايدونتيك كيف بريسك ايدونتيك معناها حتى نحن كي ندخل العروق نتاعهم نعرفوا بريسك كل زرسه قداش بتلقى من زرس العقل علاش احنا نحكيوا حتى زرس العقل ما نرسوهاش وصعيب ترسيس نتاعها لانه الشكل نتاع معناها الاناتومي نتاعها الشكل نتاع العروق نتاعها يختلف ماهوش هو نفسه من عبد العبد فما تلقاها صغيره برشا فهمتني وفما تلقاها كبير فما تلقاها زوز عروق بعض فهمتني وفما تلقاهم لاصقين بعض عاملين فيزيون اوكي دونك تختلف نحن كي نعملوا علاش ديما نطلبوا التصوير بالاشعه جينيرال باش تفهموا باش نشوفوا نشوفوا الشكل نتاعها انتم حتى في التقلية باش نعرفوا معناها الديفيكولتي معناها حجم الصعوبه في التقلية فما تبدا سهله القلعه نتاعها وفما تلقى صعيب به صحيح انه مع ظهور زرس العقل ينجم نلقى كيست معاها دكتور تنجم نوصل للحالات هذيا اي فما دي كيست يصيروا توتور من زرس العقل اي مي اللي كيست يطلبوا برشا وقت ماهوش في نهار ولا نهارين يعني اعوام نحكيو على اعوام اي الكيست باش يتكون تبدا مع التهاب يكون فما التهاب في الغشاء الداير بزرس العقل يبدا يكبر بشويه بشويه من بعد يتحول الى كيست بيان سور من بعد كي نعملوا الجراحه لازم يتنحى الكيست نحى زرس الاقل ويتنحى معاه الكيست في بالك تقول لي انا كيست راه تولي تخاف حتى اللي زدتولي يسمعوني يخاف يقول لك كيست لنا مش نحكيو على مش الحالات الكل لا فما بعض الحالات تتحول الى كيست مش خطيره مش خطيره الكيست مش حاجه خطيره مي انه نخليوه غادي في الفم يقعد ديما يكبر يقعد يكمل يقعد يكل لنا في العظم فهمنا دونك الكيست لازم نحيوه معناها فما جراحه نحيو الكيست ومعاه زرس الاقل ومن بعد يرجع العظم يبقى لاباس عليه لاباس ما تخافش باهي نذكركم انه ضيفنا اليوم دكتور وجدي غنام طبيب اسنان وحديثنا معه حول زرسة العقل هاكم شفتوا ماهيش كيما باقي الزروس الاخرين وشفتوا الاشكاليات اللي تنجم ترافقها عند الظهور نتاعها ولكن شنو هي الاعراض اللي باش نعرف في هذيك زرسة العقل دكتور ماهيش زرسة مكسره ماهيش زرسة اخرى عندي فيها اشكال من الاعراض اللي نجموا نحكيوا عليها شنو هي دكتور اول حاجه هو الالم الوجيعة تبدا بريسك يحسها هكا في الجهه التالي بالكل دونك يشك هو ساعات يشك يقول لك زرس العقل فهمتني بيان سور كي يجي عادي نجمو نحن نكشفو ساي ساعات يكون غلط ساعات الوجيعة تغلطو تبدا زرسه اخرى مسوسه ماهيش زرس العقل وساعات تبدا فيها هي فهمتني تبدا الظهر
معنا السوسة تحلها تحل فمه تشوف معنا السوسة. نعملوا بيان سور سوار بالأشعة ولي نفهم نتأكدوا منها نتأكدوا منها. صحيح أنه نتولي اللثة متاعنا حمراء ومترية دكتور مزور سلعقل أي كتعمل التهاب التهاب في الغشاء الخارجي يخرج فما احمرار فما دم فما حتى بالدم. فما اي فما روائح حتى يحس فما لانه يعني فما ماكله تروح الغادي تولي ريحه خايبه اي حس فما ريحه خايبه ومنهم زيد قلت لي انه الواحد ما عادش ينجم يحل فمه بالسيف دكتور اي هذيك زاد من لي كومبليكاسيون انه يكبر الالتهاب ويوصل للليغامون دونك ما نجمش يحل فمه وتنجم تعمل له معناها تخرج اصلا للخد زيد وجهه تنفخ اوكي توصل النفخه اي دونك في الحالات هذوما الكل ديما نحن ننبهوا على سورتو لوتو ميديكاسيون انه الانسان ما يخذش دويات وحده كيكا من راسه ممكن توجيه يقول... على الدكتور نعرفوها الناس الكل يقول لك زورتك برا الفارماسي يعطيك التوجيه تتفرج شويه اي نعرف انه ماذا به هو يحب يكلم الوجع يعني. ما يسوفي تطورت الحكايه كبرت ومشي تنفخت وكل شيء ما تستنيهاش امشي عدي فهمتني لانه الكومبليكاسيون تمشي تكبر يعني من بعد بيان سور تولي لازم برشا ادويات انه خاصه صاي عملت الماده دونك لازم ننظفوها من البلاصه ومن بعد نحضروا التقليه دكتور فما من لي ميساج اللي يوصلون يقول لك وجاي على الزرسه تنجم تكون حتى على الوذن خايبه دكتور نجم تاثر حتى على الوذن من الوجاي يقول حس حتى في وذني راني معناتها وجاي على وجاي معناتها حكم باش نبع بعضهم من زرسه الاقل قريبه برشا للوذن قريبه برشا للحلق اللي يرجومه دونك البلاصه نتاعها تخليها قريبه برشا للعينين للعينين دونك الدولور تمشي في الجهه هذيك الكل. باهي دكتور شنو هي علاقه ظهور زرسه العقل بالسوسه والتسوس؟ نجم هي تكون مسوسه تنجم هي تسبب في تسوس اللي بجنبها فسر لي معناتها معناتها منذ ظهورها هي مسوسه تنجم تكون من الاول؟ لا لا هي التسوس يصير كي تخرج من بعد الزرسه. باهي. يلسوفي معناها خرجت صاي معناها سير اركات معناها في الفم في الفم ولا تبينه كي العاده خرجت على الفك ولا الظهر اوكي كيفها كيف الاسنان الكل تنجم تسوس عرضه اكثر ولا لا للتسوس هي عرضه اكثر لانه قلنا البلاصه نتاعها صعيب التنظيف نتاعها دونك ديما توحل الماكله في الجهه هذيك فهمتني بشويه بشويه كل مره ماكله توحل ينظف ما تخرجش الماكله هذيك صعيب التنظيف نتاعها بشويه بشويه تتكون سوسه ديما على جنب خاصه ديما اي ديما على الجنب بينها وبين الزرسه الاخرى. اوكي دونك تبدا تكبر سوسه بشويه بشويه من بعد يفيق بها ساعات في مرحله متاخره وقت اللي ولات توجع. فهمتني؟ دونك تنجم هي تكون سبب. دكتور نحب نحكي انا على معناتها هذه تسمى من المضاعفات نتاعها انه التسوس اذا ما تلهينيش بها زرسه العقل وانه تنجم تضر الزروس الاخرين. خاصة اللي لصقتها قلت لي هذا اللي فهمته بالضبط احنا ديما اللي نخافوا معناها نحكيو تاع زرسة العقل هي ماهيش دون استراتيجيك ماهيش مهمة برشا انا نحن لانه جينيرالمون غالبية العبيد زرستين ديك هاو ينجم يمضغ ويؤدي المهام تاعو الكل داكوردو دونك ما نخافوا ديما ان تسوس لنا الزرسة اللي بجنبها انه تسوس الزرسة اللي بجنبها معاها زورس اللي بجنبها ان دون استراتيجيك مهمه لازم نستحفظوا عليها لازم نرسوها نداويو اوكي باهي مكملين معاك دكتور وجهي هنين طبيب اسنان حول زورس العقل بعد شويه مش نحكيو على اسكو تديو والا لا زورس العقل اسكو نجم نعيش بها والا لا ولا احسن حل اني نحي زورسها ونقلع زورس العقل اللي هي مقلقتني اسئلة وجاوبنا اليوم بعد الموسيقى اهلا وسهلا بكم الناس الكل على راديو الحياة تفا سونتي 5.0 Santé 5.0 Allô docteur. Allô docteur. العقل شنو هي زرسه العقل شنو هي المشاكل اللي ترافق ظهورها واكثر من هكا الاعراض اللي حبينا نحكيو فيه زيد اليوم كيفيه الوقايه ولا ليش هذه اسئله واجوبه يجاوبنا عليها ضيفنا اليوم دكتور وجدي غنيم طبيب اسنان الو دكتور الو دكتور دكتور زرسه العقل تنجم تداوى في حالات نادره جدا نجم نعيش معها لاباس عليا تنجم تنجم الوجيه تكون كان مره وقت طلوع ولا تقعد وتحير لي وجيه من زرسه العقل نجم تكون مره برك وبعد تطلع سيبه ما عادش فما حتى مشكل كيما تنجم تتعاود برشا مرات
فصل النقطة دي دكتور شمانه، مربوطة بشنو؟ أنه تقعد وتوجعني زر العقل. كان سي طلعت سي من الأول تعمل شوية التهاب كما أي واحد يطلع في السنين تعمل التهاب، وبحكم قاعدة تخرج الزرسة شادت بلاصتها سي بون، بدات تخدم أون فونكسيون سي، ما فهمش علاش معناها توجع واحد باه أوكي. وفي بعض الحالات أنه تقعد بلوكي ما تلقاش إسباس تبلوكا غادي، دونك الالتهاب اللي يدير في الغشاء اللي يدير بها مش يقعد يتعاود هي حسب الحالة الصحية، حسب يعني ينظف ولا ما ينظف شيء، يقعد يقعد كدير بالزرصة يقعد يقعد يعمل التهاب يتحير وجان يعاود يتحير. إذا ما حل عملناش حل جذري فرد مش نحكي أنا تو، أنا مازلت عايشة معها أنا دكتور. هذه مربوطة فما فاكتور دو ستريس، معناتها ستريس نجم يكون يحير لي الوجيع اللي دايره بديما بوزرس العقل مثلا. اي ستريس على الاخر معناها في بارمي الحاجات اللي تاثر معناها في الفم هو ستريس، وقت اللي يبدا العبد مثلا بيريود زيكزاما ولا ستريسي، وكما بيريود الكوفيد مسكر على روحه وما يخرجش، الفم يتبدل معناها وتصير فيه التهابات، فيه ديزوسيراسيون صغار وخاصه جراء زرس العقل. صحيح كي يبدأ غريب قوي يقولك والله الغريب هذا حير لي وجاي حسيت زرس العقل وجعتني شوية، ومشيت للطبيب قال لي لو عندك مشكل صغير في زرس العقل مربوطة الحكاية هذه دكتور. اي هو يتحيروا مع بعض. انسان كي يبدأ غريب دونك المناعة متاع الفم متاعه تضعف، ومتاع لأنه الفم والحلق مربوطين ببعضهم بيان سور وقتها حتى زرس العقل تتحير، خاصة الغشاء اللي داير به بحكم أنه معناه قريب برشا من الحلق. ايوه اي دونك يعمل التهابات وحس هو يقول شبيهم جيت مع بعض اوكي دونك معناتها تتحايل به. عم محمد يقول لك اش معناها زرس العقل طلعت لي الشطر، تنجم تكون معناتها عاليه كامله كيما باقي السنين، معناتها طايحه شويه طلع شطر وشطر ليه قعدت في الغب معناتها دكتور؟ لا مادام طلع شطر كهو معناها قعدت بلوكي معناها ما كملتش النمو نتاعها ما طلعتش، دونك باش تعمل له مشكل على لون تيرم اي لازم به. دكتور تنجم كي تطلع لي تكون هي اصغر الكبر نتاعها ولا اكبر الكبر نتاعها من باقي السنين؟ اي هذيك حاجه تختلف من شخص لشخص، فما تلقى زرس العقل نتاعو صغيره برشا بارابور الزروس الاخرين، وفما تلقاها كبيره معناها كيف الزروس الاخرين معناها الشكل نتاعها كبير. هذيك سا ديبون من العبد، هذيك سا ديبون من الشخص كل واحد كيفاش. باهي دكتور معناتها اللي فهمت وين على الاقل هي زرسه كيما معناتها اوكي متفاهمين كتركيبه نتاعها مش كيما الاخرين، اما نجم نعيش بها. اي بيان سور اذا طلعت ولقات البلاصه نتاعها نخليوها في بلاصتها، فماش علاش قلعوها. باهي دكتور كيما بكي حتى خرجنا في بوز ميوزيكال يجينا سؤال من عندنا هيفا تقول لك اسالو جوسكا كيلاج نجم نعملوا اباري دونتير، خاطر انا زاد هالقات عندي نفس الحكايه، اذا انا مش نعمل اليوم اباري دونتير وهي مازالت ما طلعتليش هي ما من حد شيء في الاخر، معناتها النجم ياثر سلبا على الهدف نتاع لاباري دونتير. دونك في الوضعيه هذه كيفاش تتعاملوا وقتاش تعملوا لاباري دونتير وزرس العقل؟ هما فما زوز اوقات دونك باش تعمل فيهم لاباري، يا اما في مرحله الطفوله يبدا الطفل مازال صغير هكا مثلا 11 12 سنه بدات تظهر فما عنده علامات نتاع شوفوشمون، بداوا هكا سنين داخلين بعضهم ظاهر وبيان سور هو متقلق. هو متقلق من المشكله وتاثر له على البسيكولوجي نتاعو وتاثر له على النفسيه نتاعو في فتره خاصه المراهقه، يقول لك ما نصبرش انا لنوصل 18 سنه يكتمل النمو نتاعي باش نعمل لاباري، يقول لك تو نحب نعمل لاباري، دونك يعمل نجم يعمل لاباري، تبقى انه هو في مرحله نمو دونك الحناكم نتاعو مش يمشي يكبر والفم نتاعو مش يزيد يكبر اوكي. لهنا نقراو حسابنا احنا زرس العقل، كيفاش تقرا زرس العقل؟ زرس العقل بحكم هو مثلا عمره 12 سنه مازلت ما طلعتش ما موجودة في الفم في الحنك معناها في العظم، في العظم نتاع الفم موجودة جيرم هكا معناها تلقاها انوايو موجود فيه الزرس اوكي. ما ساعات معناها اون بريفوا معناها نتوقعوا انه نحن كي مش تطلع الزرس مش تعمل لنا مشكلة، خاصة بعد ما نكملوا مثلا التريتمون تاع لاباري ساي ستويو السنين وقتها نعملوا التقليع نتاعها قلع جراحي، فهمتني؟ تصير معناها عملية جراحية ونقلعوها زرس العقل من قبل ما تطلع على الاج دو 14 15 ans. قبل ما تطلع تنحي قبل ما نركب معناتها لاباري ولا لاباري وهي راكبه نحاها نجم وهي راكبه ونجم حتى من بعد
انا سا ديبون من الوضعيه نتاعها. كان ساعات من الاول تبدا تقلق اي تقلق في الموفمون دونك نحيوها من الاول. وساعات ما عنديش معها مشكله مي نعرفوا انه كمش تطلع من بعد في 18 مش تاثرنا على على السنين الاستوينيهم سي بون دونك وقتها نحيو. هي من معناتها في الاخر دكتور ما عرفش الوقت وقتها باش تطلع لي انا في دونك معناتها وهي راكبه لاباري نجم انا وقتها تطلع لي ما عملت معناتها جي معناتها طلع اي نجم تطلع نجم تطلع حل... احنا من الاول نمشي نعمل لاباري من الاول يعمل تصاور فما تصاور الاشعه اي ونقراو الحسابه زوج العقل من الاول لازم تقرا الحسابه لانه فما دي ميزور وفما حسابات وفما كل زوزها لازم تكون في بلاصتها دونك انا انا عندي معناها انا عارف ما فماش ما عنديش بلاصه دونك من الاول نقلعها ما نخليهاش برفوا نبدا حاجتي بها وعندها اسباس خليها باهي. خلينا نمشي معك في السيناريو الاخر. انا طلعت لي زرت العقل نحب نعمل اباري ما تاثرش زعما زرت خاطر انت قلت التركيبه نتاعها زرت العقل مش كيما تركيبه نتاع باقي الزروس ما تنجمش تاثر على اباري نجم ركب اباري فوق زرت العقل مثلا ما وهي موجوده زرت العقل ولا لا؟ لا لا زرت العقل ما يركبوش عليها اباري فهمتني معناها ما يحسبوهاش محسوبه كان يكونش كان اذا تبدا فما ساعات تبدا زرسه ناقصه مثلا ساعات هو عنده زرسه سوست له ما قلنا هما تلف سوست له وبشي يقلعها في سن مبكر قعد فما اسباس فارغ بارفوا في كي يعمل اباري نحبوا نسكروه بالاباري الاسباس هذاك دونك نجبدوها زرسه الاقل مع زرسه اللي بجنبها ونسكروه الفراغ هذاك. معناتها هذه الكال الوحيده اللي تركب عليها دكتوره هذه الحاله الوحيده وتنجح؟ تنجح ما تحب برشا وقت لانه باش تحرك معناها زوز زروس تسكر معناها اسباس نتاع بتاع 6-7 ملم تحب برشا وإذا فيكسيت في بلاصة زرت العقل ما عادش تتحرك من بلاصة أخرى. إي جينيرالمون. بنسبة جينيرالمون بنسبة نعرف في الآخر ديما يقعدوا يتحركوا معناتها هذه أعضاء حية معنا معناتها متفاهمين حتى بعملية الضغط حتى كيفاش ناكل هذوما الكل يأثروا على البلايص نتاع إي مثلا ريت مثلا الزرسة اللي بجنبها تقلعت مثلا قلعها دونك ألونتير مش تولي تتحرك باش تولي تتحرك تبدا بشوي بشوي تبدا تتكى تحاول تعبي الاسباس الفراغ هذاك اللي بجنبها مي ماهيش مش تمشي معناها كيما نقولوا فيرتيكالمون مش تعمل هكا تبدا تميل تميل صحيح تبدا تميل وهذيك الوضعيه الخايف دونك ديما ناكدوا انه انسان كي يقلع زرسه يعني لا قدر الله معناها ساي زرته معناها ساي قلعها انه ديما يحاول يعوضها يحاول يعوضها لانه مش تصير مشاكل في الزروس الاخرين الزرسه الفراغ هذاك مش الزرسه اللي بجنبها مش تبدا تميل بشوي بشوي دونك رونتين مش يخسرها الزرسه اللي فوق منها زيد مش تلقى فراغ مش تبدا تخرج من بلاصتها تهبط بشوي بشوي ولهنا الونتيرم يلقى روحه خاسر برشا زروس. باهي دكتور معنا سي حمادي في التليفون على 70 35 120. سي حمادي اهلا وسهلا. عسلامة. مرحبا. سؤالك الدكتور وجه هنا. سي حاب نقول السلام دكتور سوا. باهي حبيت نسال انا عندي زرستي معناها زرست العقل توجع فيا برشا والحقيقه معناها مشيت للطبيب وكل قال لي لازم اوبيراسيون وانا الحقيقه معناها كونتر الاوبيراسيون الجمله ميم حتى استعملت دواء وكل وشي ما نفعنيش. اوبيراسيون معناتها تقليع اي اخر حاله دي دكتور اي هو فما قلع قلنا احنا اوبيراسيون قلع جراح ما هيش كل اوبيراسيون راهو اللي تخوف مش يرقد في السبيطار وبنج كامل وبنج موضع فهمنا وكل شيء كنترولي من بالبنج ومن بعد كنترولي بالادويه خاصه ما دخلنا من خلينا نحل مع زيد الباب نتاع التقليع. التقليع وقتاش توصلوا له كيما سي حمادي وكيفاش تم عمليه التقليع؟ خلينا نحكي انا بصفه عامه كيما حكي معنا سي حمادي دونك تتعاود الوجيعه تولي ريبيتيسيون تتعاود عملت كل التهابات اللي نحكيو عليهم ولا طلعت شطر كيما قلنا قعدت بلوكي دونك عملت التهاب ولا طلعت مايله ومعوجه لازم تتنحى بالضبط عملت التهاب الاول خذيت دويات وكل شيء وما رجعش مثلا باش يقلع عاودت له مره ثانيه بطبيعه برشا مرات حتى هو ما مش يستهلك في الادويه دونك مش حل لازم نلقاو حل جذري اللي هو القلع معناها لازم نقلعوه القلع بيان سور حسب الوضعيه نتاعها تبدا موجوده سور اركاد مش تكون اسهل لان نحن واللي هو وكي تبدا مازلت في وسط العظم مغروسه في وسط العظم في وسط العظم دونك باش يكون اصعب شويه دونك لازمها جراحه ما تبقى يعني ماهيش حاجه تخوف برشا خوف دكتور اوبيراسيون تاع نهارها في نهارها ميم با يعني نجم ماكسيموم ساعه اوكي ماهيش معناها حاجه مخطر وبعد بالدويات بشوي يرتاح.
اوكي شو دويت معناتها داويلو كل ما بلايص لوبيراسيون معناتها الشقان هذاك هو خاصه في زورة العقل خاصه السفليه تقعد تسحبها وجايه من بعد قلق وجايه في العظم في الفك العظم هذاك يعمل وجايه نتاع 4 ايام 5 ايام اوكي هذيك تخليهم العباد نتصور هنا نتصورها دكتور دكتور كي تقول احنا قاعدين نقلعوا احنا توا عمليه التقليع معناتها تقلعها بعروقها معناتها بالجذور نتاعها كامله زرسه كامله تتقلع مش بارتي منها ولا شطر ولا مش بارتي كامله دكتور تنحيها اي بيان سور تنحى كل باش العظم يتلم يتسكر اذا تقعد طرف غادي العظم ما نجمش يتلم لانه ماهيش نفس التيسيو سنين التيسيو تختلف على العظم ما تفهمين معنا تليفون اخر على 70-35-120 سي محمد اهلا وسهلا اهلا وسهلا صباح النور صباح الخير سعيد مبارك تحيه ليكم وللدكتور ولجميع العاملين في اذاعتكم المحترمه بارك الله فيكم معك الدكتور وجدي غني ماي تفضل اهلا صباح النور دكتور صباح النور صباح الخير عسلامك ربي يفضلك بلي حبيت نسالك بالنسبه لدرس العقل يعني القلق اللي عملته لي في بعض الاحيان مش ديما تبدا كيف شبه التكسيره فيها تحس انها منيبه يعني عامله بلاصه هكا مزبه وتجرح لي لساني دونك اللسان بتاعي ما غير ما نشعر المؤخر على جنب على اليمين ولا على اليسار يولي كي مجروح مشيت برا للطبيب برديني عمل لي كيما هكا نحي لي منها البارتي اللي فيها طريف مذبه عملنا هكا ريكتيفيكاسيون باباري صغيره كيلمول ما نعرفش الجو هذاك تخدم وتحكها وكا هاو تمشي مرات وحاجه تتحسن معناها يعني تحلت المشكله ولا ليه؟ لا هذه نحكي لك تعديت قبل وتحلت لكن تو رجعت معناها نحس فيها مذبه تزرحك في السين السين نتاعي يبدا يوجع فيا كانه مجروح اوفيكتيفمون هو مجروح معناها دوب جو نو سي سبا دو لا توشي معناها ديما ملكه ولسان بصفه غير اراديه يتحرك في الجهه هذيك ويزيد يمس يزيد يوجعني اي ماذا بينا اي لا ماذا بينا نلقاو حل جذري معناها كان هو معناها كما قلت انت برد هيلك اي وما زلت توجع فيك ولساني تجرح وقتها اي نجموا حتى نقلعوها اوكي اي ما تنجمش ترجع له معناتها حتى كي معناتها حتى كي برد هيلو اي ممكن تعاود ترجع له البوزيسيون نتاعها جاي لاصقه برشا للسان اوكي دونك اي يتحرك اللسان بالموفمون تاع اللسان في الكلام في الكلام اي ما اللسان يتحرك في المضغان في الكلام دونك سي نورمال كي يبدا السري هي لاصقت له برشا دونك باش تقعد هي ماضيه السنين والزروس ماضيه يحسك الاحساس تاع فوالا دونك باش تقعد ديما تجرح في اللسان برشا دكتور ربي يبارك فيك من المستحسن تولي تقلعها باش ما عادش تعاود ترجع وما عادش تتحرك خاطر خاف ويعمل لك نفس الحكايه لا خاطر الالتهاب برشا في اللسان زاد الجروح برشا في اللسان نوليو نخافوا حتى نحن نوليو قلق صحيح تولي حاجه اخرى به عاود ديما شوف طبيبك ها اللي باش تكسر الحمد لله يعطيكم الصحه تحيه ليك ولكل عاملين في اذاعتكم المحترمه بارك الله فيك مرحبا بك مرحبا بليزوديتور الكل يكلمونا على 70-35-120 اي خاطر احنا قاعدين ما تزيد مع سنه ونسينا لسالي هو زاد بكثره الالتهابات دونك ساعات نمشيو للحل نتاع التقليع باش نحميو باقي الاعضاء الموجوده في الفم اي نرجعوا نقولوا انه هي قلنا الوضعيه نتاعها جاي في بلاصه معنا بين اللسان وبين الغب وبين الفك العلوي دونك سري برشا بين الخد من داخل زاد اليوم اللي نجم اذا وليت تعمل قلق كيما هكا معناها دي بريفيرونس قلعها وكاو به دكتور ينجم الماء البارد ولا الماء السخون ياثر لك الوجيعه نتاع السن تنجم زاد هذوك ياثروا على زرس العقل اي بون مش ياثر معناها هو يتسبب في المشكل مي يعمل وجيعه وكيفاش العبد يفيق بالوجيعه يا ما كي يشرب حاجه بارده دونك فما وجيعه تاثروا بحاجه بارده يشرب حاجه بارده قلت توجعت جينيرالمون السوسه اي وفما فما وجيعه حتى بحاجه سخونه خاصه في العظم كيبدا العظم اكسبوزي متاكل ومتهري كل شيء يشرب حاجه سخونه ولا ياكل حاجه سخونه تعمل وجيعة كبير به الدخان ياثر برشا على زرس العقل دكتور خاطر قلت لي انت توا راني ديما نبدا بنقطه البدايه نتاعك اللي قلت لي راهي الهيكله والتكوين نتاع زرس العقل مش كيما باقي الزروس ياثر برشا على السنه على زرس العقل دكتور اللي يبدا المدخن دونك الالتهابات باش تكثر اكثر انسان مدخن مثلا عرضه اكثر الالتهابات في اللثه والالتهابات في الغشاء الدائر بالزرس العقل به دكتور اللي عندهم امراض مزمنه خاصه مرضى السكر زرس العقل كيفاش يتعاملوا معها؟
يلفو ميو مع تخاطر. يقول لك ساعات من يقول لك لازم نمشي نقلع من الوخ سيرتو مرضى السكر. يقول لك باش ما تتعمليش دي كومبليكاسيون يلفو ميو نقلعها. هذاك هو الحل بالضبط. ما لازمش تكون هي سورس دانفيكسيون. اذا هي قاعده معناها تعملي في كل مره تعملي انفلاماسيون وانفيكسيون دونك مش تاثر لي على السكر نتاعي وتاثر لي على الدم كل. أيوة. داكوردو. اذا هي مش تتسبب لي تعملي مشكله معناها غادي تبدا بلوكي ولا تبدا تشد لي في الماكله وصعيب غادي النتواياج صعيب لاكسي دونك لازم نقلعها كون راديكال. اي لانه التهابات برشا برشا هو يتعب ويتقلق تاثر له على السكر نتاعو يبدا مش مستقر بيان سور لانه عنده ديزانفلاماسيون معناها في فمه. هذوك الكل لازم نداويهم. اللي مش يعمل عمليه زرع نتاع تاع ديفال في القلب مش يعمل بروتيز دو جنوم فهمتني يبعثوهم الطب نتاعهم اللي يعمل بيلون كيم دونتير زوس لاقل سوسه الالتهابات الكل لازم نحيوه. باهي دكتور امل تقول قلت لنا اللي في الفم فما اربع زوس لاقل دونك اذا نحيت كعبه لازم نحي اللي فوقها ولا نحي الاربع بور غاردي سيت ايكيليبر بالضبط خاطر في الاخر لازمني مش الشيره تتسكر كامله والشيره تقعد. كيفاش تتم العمليه؟ هما جينيرالمون نحيهم مع بعض داكوردو. خاطر علاش نحي الكل؟ اي خاطر كي نحيو مثلا السفليه ونخليو الفوقاني الون تيرم الاخرى مش تبدا تطلع صحيح تنجم تلقى اسباس مش تخرج من الاركاد نتاعها لانه ما فماش زرسه قابلتها. ايوه اي ووقتها في الخروج نتاعها تضرب فيها سوسه على جنب مشكله كبير ونخافوا ديما على الزرسه الاخرى اللي بجنب ونخافوا زاد كان انا نحيت زوز اللي على الشيره اليمين ما نجم نسكر فمي كامل ولا نجم نسكر فمي كامل والاخرين يبداو موجودين مثلا دكتور. اي مش باش تقلق في التسكيره. اي أيوة. مش مي الون تيرم ديما نحن نحكيو كبريفونسيون كوقايه. نعرفوا كي مش نخليوها تبدا فما حتى مشكله راه في الزرس. مي كي مش نشوف الوضعيه نتاعها نعرفوا انه كي باش نخليوها مش تعمل لنا سوس معناها من بعد ثلاثه اربع سنين دونك بار بريفونسيون علاش نخليها تعمل لي سوسه ونخسر زرسه ولا زوز. دونك انا بار بريفونسيون ننصح مثلا المريض نقولوا دي بريفيرونس تقلعها من توا خير. باهي دكتور مره سؤال اخر سي علي يقول لك اذا تكسرت لي شويه من الزرس تلاقل تكسرت تتصلح نجم الرسرس نجم نحط لها كتاج اللي نعملوه والا لازم ينحاه زرس تلاقل؟ اذا شويه وهي موجوده في الفم وقاعده تخدم معناها يمضغ عليها نجم نرسوها. اه تترسس شو اذا شويه تكسيرها من برا اذا ساي ولات توجع والعروق نتاعها انفكتي اي وقتها نمشيو للقلب لانه اول حاجه لاكسي غادي صعيب. التدخل نتاعكم جراح صعيب التدخل العروق غادي معناها صعيب خاطر بعيده برشا حتى ليزانسترومون نتاعنا اي ما يوصلوش وان بلوس قلنا الشكل نتاعها العروق نتاعها ديفيرون امبريفيزيبل تنجم تلقاها تلقى زوز عروق تلقى ثلاثه تلقى محلولين على بعضهم دونك دينامو مش تنجح معناها عمليه ترسيس العروق ما تنجحش في زرس الاقل دونك وقتها نختاروا القلب. به دكتور اخر زوز اسئله قبل ما نختم معك وقتاش لازم نمشي للطبيب فيما يخص زرس الاقل وكيفيه الوقايه وقت اللي تطلع لي باش نستحفظ على فمي وعلى على زرسي بصفه عامه. به بالنسبه لزرس الاقل نحكيو مثلا على العمر اي ابارتير نقولوا من 18 19 مش تبدا تطلع تبدا توجو اذا قاعدة الوجيعة استمرت مثلا 22 23 سنة وهو مازال موجوع ساعات حتى أكثر ماذا به يمشي عادي إذا طولت إذا طولت فات مرحلة طلوع وقعدت تقطع الحياة تراجعت صحيح أيوة أي يمشي عادي خير من تعمل لنا مشكلة كبيرة. أوكي دونك نجم وقتها نقلعوها قبل ما تضرب فيها السوسة. فهمت فهمنا. وسينو كالعادة نغسلو مليح باند بوش ما نكثروش زاده منه هذا اللي قلتوا لي اخر مره البروس معناتها البروسه دون ديما نقعد ونبدلوها خاطر تنجم تكون فيها مسخه شويه ناخذ وقتي في البروساج مش فيت في ونبدا ننزل بالقوي لا فما وقت معين اي سورتو بعد ما ناكل ما نمشيش نقول عندك شكل كيردون ونبدا اي سورتو هذاك اللي يهلك الفم. وحاجه اخرى فيما يتعلق بزرس العقل فما كما الطفل يتكلم فما فوبي وليت عند العبيد وتخاف يعرف انه عنده مشكله في الزرس الاقل معناها يعرف تو لاكسي لانفورماسيون سهل معناها يوتيوب تاخذ فما زرس الاقل ماذا بين ما يخافش اي ويتشجع ويمشي نجم حتى كان عنده شويه خوف يهز معاه قريب معناها ولا عاد ولا خوفك التصوير شويه يرقد وحل لك الحقيقه معناتها يا دكتور تسمع شويه معناتها برشا عباد قاعدين يتالموا وساكتين ويتوجعوا وساكت وجاي على زرسه ولا جاي على الطبيب وما يحبش يمشي يعدي على الخوف.
دونك لازم شويه شجاعه. اي لازم برشا شجاعه وتوجع شويه عند الطبيب خير من بعد تولي دي كومبليكاسيون ولا يحمدوا عقبه. دونك تمشي ملول كل ما تمشي على بكري كل ما يكون تدخل الطبيب راه اسهل وانجع واقل وجع. هذه ديما ناكدوا عليه. دكتور مجدي غنيم طبيب اسنان انغرام السيلي تدخلك معنا اليوم وحضورك بحضنا في الو دكتور. هكا نكون وصلنا لاخر الو دكتور بالنسبه لليوم. انغرام السيلي كيب كامله كوتي تكنيك ريداكسيون برودوي بلي امنوا لكم 120 دقيقه من بثنا المباشر. نتلاقاو غدا في نفس التوقيت. دي سيلا بي سيف يا دما. على خاطر صحتك أغلى معنا وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم لجميع الاستشارات الطبية. تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم. صحتك بالدنيا.